مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. مساء الخير من وطن يا وطن، جولة إخبارية مسائية من برنامج مساء الخير يا وطن، نناقش فيها آخر التطورات الميدانية والسياسية والاقتصادية من شبكة وطن الإعلامية. معكم في الإعداد والتقديم مع اليطيطي، وفي الإخراج الإذاعي والتلفزيوني عبد الله الخطيب، وفي التنسيق الإذاعي محمد الزاغة. وننتقل إلى عناوين هذه الحلقة. الاحتلال يسلم اخطارات بوقف العمل والبناء في 8 منازل غرب سلفيت. وحماس تقول إنه سيكون هناك صفقات لتحرير الأسرى وليس صفقة واحدة. الأسير أيهم كممجي يروي تفاصيل عذاب العزل وكابوس رحلة البوسطة. المنتخب السعودي يحقق فوزا تاريخيا على منتخب الأرجنتين. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض إن المواجهات اندلعت عقب منع جنود الاحتلال تشييع جنازة مواطن عبر البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة. وبين عوض أن جنود الاحتلال اقتحموا المقبرة والمشيعين بداخلها ودنسوا القبور وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق عولجوا ميدانيا، فيما تم منع المواطنين من التحرك عبر المدخل الرئيسي للبلدة بعد إغلاقه. أعلنت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم عن إصابة نحو 10 مستوطنين جراء رشقهم بالحجارة أثناء هجومهم على فلسطينيين قرب مستوطنة راحليم المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب شرق نابلس. وبحسب إعلام الاحتلال فقد أصيب العديد من المستوطنين بجروح في الرأس والأطراف جراء رشقهم بالحجارة من قبل مجموعة كبيرة من الفلسطينيين قرب مستوطنة راحليم شمال الضفة الغربية.
أخمد الطواقم الدفاع المدني حريقا اندلع في محل تجاري في مدينة نابلس. وبحسب الطواقم الدفاع المدني فإن الحريق اندلع في محل تجاري بمنطقة رأس العين، وتم إخماده وتأمين الموقع الذي تم فيه إعلان الحريق. سلمت قوات الاحتلال اختارات بوقف العمل والبناء في 8 منازل ببلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت. وأوضح رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي أن قوات الاحتلال سلمت اختارات بوقف العمل والبناء في 8 منازل بعضها مأهول بالسكان وأخرى قيد الإنشاء في منطقة الرأس ووادي المصالحة وخلة القرن في المنطقة الشمالية الشرقية لبلدة قراوة بني حسان. فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة، وأفادت مصادر محلية بأن طواقم بلدية الاحتلال في القدس اقتحمت برفقة عناصر من شرطة الاحتلال بلدة الطور وشرعت بتصوير مبان حديثة في المكان. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 2 من بلدة حوارة جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 2 يوسف محمد لافي عودة من الصف 7 وحبيب الله إبراهيم موسى سليم من الصف 6 أثناء خروجهما من مدرسة عمر بن الخطاب الأساسية في البلدة. قال نادي إسلامي قلقيلية إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت مديره التنفيذي ظهر يوم أمس. وذكر النادي في تصريح صحفي أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت المدير التنفيذي والناشط الإعلامي محمد قشمر من مكان عمله في قلقيلية. وأشار النادي إلى أن قشمر يستعد للاحتفال بزفافه خلال الأسبوع المقبل. وننتقل إلى موضوع الأسرى، فالسجن يبقى سجن والعزل يبقى عزل. فالعزل هو استفراد بالأسير لهزم معنوياته وإحباطه وتحطيمه بعزله عن محيطه الخارجي والداخلي. بهذه الكلمات أجاب الأسير المعزول أيهم كممجي 36 عاما من جنين بعد سؤال محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين شيرين ناصر له عن ظروف عزله في سجن رامون. ويصف لنا أيهم تفاصيل رحلة العذاب التي يواجهها الأسرى عند نقلهم عبر البوسطة، قائلا من قسوة وشدة العذاب بالبوسطة أثناء نقلي إلى عزل رامون، عند دخولي إلى غرفة العزل شعرت نفسي قد وصلت إلى البيت، نعم وصلت البيت لهذه الدرجة وأكثر قساوة بالتعامل والوحشية والمعاناة في البوسطة مع الأسير المعزول. أوردت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم تفاصيل الوضع الصحي لأربعة أسرى مرضى يقبعون في عدة معتقلات، حيث يمرون بظروف صحية صعبة ومقلقة نتاجا لما يتعرض له من انتهاكات طبية بحقهم. ومن بين تلك الحالات المرضية التي كشف عنها تقرير الهيئة حالة الأسير مالك حامد 28 عاما من سلواد والمحتجز حاليا داخل عزل رامون، والذي يشتكي من ارتفاع بضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول، كما يعاني من آلام حادة في الرأس ومن دوخة مستمرة نتاجا للضرب والتنكيل الذي تعرض له خلال العام الماضي من قبل سجنو الاحتلال، وهو بانتظار تحويله لإجراء فحوصات طبية لتشخيص وضعه الصحي وتقديم العلاج المناسب له.
وإلى موضوع آخر، وأزالت بلدية الاحتلال اليوم سقف وهلال مئذنة مسجد قلعة القدس في باب الخليل بالقدس المحتلة بهدف تهويد المكان وإزالة المعالم الإسلامية في المنطقة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا الناشط المقدسي أسامة برهم. أهلا ومرحبا بك معنا. حياكم الله، السلام عليكم. تحياتي. بالبداية، ما يتعرض له باب الخليل من تهويد مستمر من قبل الاحتلال وآخرها قيام بلدية الاحتلال بإزالة مئذنة مسجد قلعة القدس في باب الخليل، تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. طيب، يعني اسمحي لي قبل الإجابة عن السؤال لابد من الإشارة إلى المكان، يعني عن ماذا يدور الحديث، ما هو المسجد؟ المسجد هو موجود داخل قلعة اسمها قلعة القدس، يعني بناها قلبون في 1300 تقريبا. هي القلعة بالنسبة للتاريخ الإسلامي هي جزء لا يتجزأ من تلك المدينة جغرافيا. موقعها في مكان مهدد حقيقة، يعني بدأ تهديده من ألمانيا حينما تم هدم جزء من السور من باب الخليل هناك على أطلال مقبرة مأمن الله بجانب فندق الإمبريال المهدد، يعني الفندق المعروف للجميع بأنه قد يسرب في أي لحظة إلى الاحتلال. هناك في ساحة القلعة استقبل سفرينيوس سيدنا عمر بن الخطاب وعطى مفاتيح مدينة القدس. هذا الباب هو باب الشرفاء، باب كل من كان يريد أن يزور أو حتى يقتحم أو يحتل مدينة القدس كان يدخل من باب الخليل. القلعة كل من يذهب من القدس باتجاه بيت لحم باتجاه الخليل لابد أن يرى القلعة ولا لابد أن يرى تلك المأذنة. اليوم القلعة هي عبارة عن متحف يحكي ويحاكي عن يهودية مدينة القدس، يحكي عن التوراة وقصصا لا علاقة لها بالمكان. وجود تلك المأذنة، يعني إذا تساءل أحدنا طب ليش المأذنة هاي تحديدا مع أنه بعض المساجد موجودة مثل العمر الكبير ومسجد الديسي موجودين داخل البلدة القديمة ولم يتم هدم أو إزالة المآذن، لأنه القلعة بحد ذاتها تعتبر متحف عريق بالنسبة لليهود وبالنسبة لتوراتهم. فوجود تلك المأذنة هي تنغص الرواية وتجهض كل ما يقال عن التاريخ اليهودي في مدينة القدس. تم إزالة المأذنة هذا الصباح منذ 6 أشهر ونحن كمقدسيين نرى وجود ترميم في المكان. طبعا لا توجد وصاية أردنية ولا توجد وصاية فلسطينية ولا إسلامية ولا أي أحد وصي على هذا المكان سوى الاحتلال في بلديته ووزارة الأديان. تم ترميم المكان اليوم صباحا، تفاجأ يعني أهالي حي سلوان تحديدا أثناء ذهابهم يعني إلى المدارس مع أطفالهم تفاجأوا بأنه المأذنة قد أزيلت هناك، يعني لتغيير المعالم. يعني هو لم يتم هدم المأذنة كلها، لكن دعنا نقول القبعة، قبعة المأذنة تم إزالتها من أجل فعليا تهويد المكان كي تكون الرواية يعني أقرب للصواب بالنسبة لليهود. نعم، تعد قمة مئذنة المسجد هي الأعلى في البلدة القديمة، ويعد أيضا إزالة هذه المئذنة يشكل خطرا كبيرا على المقدسات الإسلامية كذلك في البلدة القديمة بمدينة القدس. على ماذا يدلل ذلك؟ يعني بدون أدنى شك أبناء مدينة القدس البسطاء، يعني كل من يسكن مدينة القدس هو يعلم جيدا أنه أي حجر موجود في مدينة القدس قد يتم استثمار روايته من أجل فعليا محاولة إقناع من احتل المدينة بأنه هذا الحجر يتحدث العبرية. يعني الدلالة واضحة، قضية التهويد هي قضية بطيئة موجودة في مدينة القدس لكن في السنوات الأخيرة يعني بدأت تزداد سرعة. اليوم الحرب موجودة حتى على المقابر، مقبرة الرحمة اليوسفية يعني مهددين في أي لحظة بإزالة القبور من أجل زرع حديقة تورطية، وقلنا في أكثر من مرة مستهزئين لا نريد حدائق بجانب قبورنا. يعني حتى المقابر في مدينة القدس هي محاربة، المدارس المساجد، يعني اليوم هي ليست بداية تهويد مدينة القدس من خلال تلك المأذنة لكن هو يعني نهج واستمرار لهذا النهج في مدينة القدس. لكن الغصة موجودة حقيقة، يعني أنا أتحدث ليس لست كناشط، كإنسان يعيش في مدينة القدس، يعني تربط العلاقة في مدينة القدس منذ الولادة، إنه نحن نرى بأم أعيننا أن الحال يتغير. يعني كل شيء اليوم في مدينة القدس هو مهدد ولا يحرك الأمر ساكنا بالنسبة للعالم أجمع. المساجد هي ليست مسؤولية ابن مدينة القدس وحده، المساجد هي مسؤولية كل مسلم. الكنائس
في مدينة القدس، كنيسة القيامة، يعني هي أيضا مهددة إما من خلال فرض الضرائب، ضريبة الأرنونة مثلا، تم الحديث عن فرض تلك الضريبة على الـ على الـ على بيوت العباد المسيحيين، يعني حتى المساجد والكنائس وكل شيء ليس يهوديا، وهذا ليس إقرار بوجود أي عقار يهودي، كل شيء إسلامي أو مسيحي في مدينة القدس هو مهدد من دولة كاملة. الذي يهدد وليس عصابة وليس جماعة بن جفير يحاولون هدم أو طرد، هي حكومة كاملة تقر في الكنيسة قضية تهويد مدينة القدس. نعم، الاحتلال يمنع إقامة الأذان بهذا المسجد منذ عام 67. إسرائيل إلى ماذا تسعى من هذه الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية في مدينة القدس؟ يعني كان من المنطق يعني انه دوله احتلال تاتي الى مدينه القدس في 4 حزيران 67 تطرد الائمه والسدنه من كل المساجد. يعني المسجد العمر الكبير موجود في قلب ما تسمى حاره اليهود، في قلب الحاره، حافظوا عليه عائله مقدسيه وحافظوا على مفاتيح هذا المكان، لا زال المكان هو موجود، يعني المفاتيح موجود مع عائله مقدسيه. ايضا مسجد الديسي يعني الملاصق لحي الارمن ايضا لا زالت مفاتيحه موجوده، لكن ممنوع الاذان. الادهى من ذلك ممنوع اقامه الصلاه، يعني لو قررنا ان نصلي صلاه العصر في هذا المسجد دون ضجيج ودون ازعاج ممنوع ان ندخل الى هناك، وبحجه حارس املاك الغائبين وحارس املاك العدو. يعني هي رساله العدو واضحه، رساله الاحتلال في مدينه القدس واضحه، ان لا دين سوى الدين اليهودي في تلك المدينة، هي طمس لكل المعالم، يعني من الطرائف حقيقة. يعني نتحدث عن أعلى مئذنة موجودة في مدينة القدس، إذا حسبنا ارتفاع قبة كنيسة القيامة وارتفاع قبة الصخرة الهلال والصليب هو بنفس الارتفاع عن مستوى سطح البحر. الوحيد الذي خرق تلك الاتفاقية الموجودة ما بين الأديان، اتفاقية شفوية، يعني حينما أتينا إلى مدينة القدس فاتحين لم نرفع بيوت العبادة الإسلامية أعلى من كنيسة القيامة، واحترمنا وجود دين آخر مع أننا كنا الأقوى. البيوت العبادة الموجودة في حرب اليهود هي أعلى بقبابها من قبة الصخرة ومن قبة كنيسة القيامة. هذا نهج احتلال واضح، يعني من يقرأ التاريخ جيد. على ماذا يدلل ذلك؟ يعني هو نهج احتلال مفهوم للجميع. الاحتلال لا يرى أحد غيره، لا يرى شركاء في مدينة القدس، لا يرى شركاء في فلسطين التاريخية. يعني حتى اليوم ما بعد الانتخابات الإسرائيلية نحن كمقدسيين نتوقع أن تتم حتى يعني مطاردتنا في كل الأمور، لكن يعني حتى في بيوت العبادة في المسجد الأقصى المبارك الذي يعاني الأمرين، كل صباح اقتحامات، كل صباح تدنيس، لكن نرى في الحكومة القادمة أنه ستشتد حقيقة المعركة في مدينة القدس، لن تكون المعركة كما كانت يعني في زمن الحكومة السابقة، وسيحاول نتنياهو أن يعلن لليمين المتطرف بأنه يعني هو متفق معهم، فنتوقع أن يدفع المسجد الأقصى المبارك ويدفع المقدسيين ثمن المناكسات السياسية الموجودة داخل الكنيسة البرلمان الإسرائيلي، فسيكون حقيقة الأيام القادمة هي أيام صعبة على كل المقدسات في مدينة القدس. نعم، الآن وبعد ما وصلت إليه الحالة الفلسطينية، ماذا يجب على المواطنين الفلسطينيين العمل لحماية المقدسات الإسلامية في مدينة القدس؟ يعني شوف حقيقة هناك ثلاث شرائح، يعني الشريحة المقدسية أولا، يعني دائما بنقول الله يعين ابن مدينة القدس على حمل، يعني نحن كعائلات مقدسية أنا اليوم أطارد في أولادي، أطارد في غسل أدمغتهم من خلال الخدمة المدنية وتجميل صورة الاحتلال وضخ الكثير من الأموال من الحكومة الإسرائيلية والبلدية في يعني في ضواحي مدينة القدس من أجل تجميل صورة الاحتلال. اليوم نحارب في المناهج والكل يعرف حرب المناهج، نحارب على كل الأصعدة في مدينة القدس، يعني كما قلت وكما أسفت حتى في مقابرنا، يعني أنا دائما أقول أن قبر أبي الموجود في مدينة القدس هو مهدد، قد يزال في أي لحظة ليتم زراعة حديقة توراتية مكان قبر أبي. فاليوم ابن مدينة القدس الله يعينه على حمله، لكن حقيقة ابن مدينة القدس إن نادى المسجد الأقصى سيبهر العالم
لانتمائه لهذا المسجد. يعني أما العالم بشكل عام لكل يعني الشريحة الثانية لكل واحد هناك قضية وهناك متاعب وهناك ما ينهك أو يعني يثقل ظهره، لكن رسالتنا حقيقة وقد تكون رسالة مفاجئة. نحن لا نريد السلاح الآن في مدينة القدس، يعني لا ننتظر دبابات، الجيوش العربية غائبة، لا يوجد عند المعابر جيوش ستحرر مدينة القدس، لكن وجب علينا كإعلاميين ونشطاء أن نشرح للعالم حقيقة ما يدور في مدينة القدس. يعني ما يحدث اليوم، يعني ما حدث اليوم في 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 مسجد النبي داود أو مسجد القلعة الاسم الأحق، يعني إن سكتنا عنه لن يعلم العالم في وجع تلك المدينة في مقدساتها. وجب علينا كلنا أن نحرك وأن نثقف العالم أكثر لما يحدث في القدس من انتهاكات، لعل وعسى يكون هناك تحرك حقيقي لنصرة المدينة المقدسة. نعم، نهاية أستاذ أسامة، يجري الآن اقتحام لبلدة الطور وتصوير لمباني في تلك البلدة، تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. يعني مدينة الطور أو بلدة الطور عفوا هي الأقرب على العيسوية. العيسوية نحن نسميها غزة الصغرى، العيسوية هي منذ سنوات كل ليلة هناك المواجهات، لكن الطور ما بعد استشهاد الشاب أسامة أبو جمعة في بدم بارد ابن أسامة، لا أذكر اسمه جيدا، يعني استشهد في شارع 443، والكل روى رواية أنه هذا الشاب هو كان على خلاف مع مديره في العمل فاختلفوا فقاموا بقتله بدم بارد، وكان معاه طفلتين في السيارة. تشهد مدينة تشهد بلدة الطور الآن يعني بالأشهر الأخيرة الكثير من المواجهات، يمكن لخوفهم أو ردة فعلهم حقيقة بأنه نقتل نحن بدم بارد. الشهيد كان معروف للكل أنه هو ليس صاحب انتماء سياسي، حتى لم يطعم لم يفعل أي شيء. الكارثة بأنه لا زال حتى اللحظة جثمانه محتجز في الثلاجات. قد يأتي الحاكم أو العسكر ويقرر ويقر بهدم بيت هذا الرجل. الطور جبل الزيتون، يعني هناك حيث يقع مستشفى المقاصد والمطلع، يعني للعلم هناك الكثير من البؤر المستوطنية، استفزازات المستوطنين بشكل دائم. يعني المستوطنين حقيقة كنهج وسلوك ما بعد الانتخابات نراهم في أزقة البلدة القديمة يعربدون، يحاولون نقل التجربة تجربة الخليل إلى مدينة القدس. يعني يحاولون أن يكونوا مدججين بالأسلحة، الفتية المسلحين الذين يتجولون يعربدون في زقاق البلدة القديمة وفي ضواحيها مثل الطور، يعني تشهد وسلوان. نحن نتوقع أنه يعني كل هذا هو نتيجة هذا السلوك العنصري من البؤر الاستيطانية ومن يسكنها في حي الطور وحي سلوان، نتيجته هي تلك المواجهات وتلك الاقتحامات. نعم، كان الله بعونكم. شكرا لك الناشط المقدسي أسامة برهم على كل هذه المعلومات والتفاصيل. انطلقت دعوات شبابية للحشد والمشاركة في إحياء صلاة الفجر العظيم يوم الجمعة القادمة 25 من نوفمبر في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل. وأكدت الدعوات على ضرورة إقامة صلاة الفجر بالمسجد الإبراهيمي تحت عنوان فجر الحشد العظيم ردا على التدنيس ومحاولات التهويد بالتزامن مع ما يتعرض له المسجد من تدنيس محيط به من انتهاكات للمستوطنين. واقتحم حوالي 50,000 مستوطن مدينة الخليل وأقاموا مساء السبت في ساحات المسجد الإبراهيمي الشريف بالخليل ضمن احتفالاتهم بما يسمى عيد السيدة سارة اليهودي، والذي يتخذه الاحتلال ومستوطنيه بمناسبة لتنفيذ أكبر الاعتداءات على أهالي مدينة الخليل. فيما منعت بحرية الاحتلال صباح اليوم الصيادين من العمل قبالة السواحل شمال غرب قطاع غزة، وبحسب اتحاد لجان الصيادين فإن زوارق الاحتلال أطلقت النار عدة مرات تجاه مراكب الصيادين في منطقتي الواحة والسودانية دون إصابات قبل أن تلاحق تلك المركبات لمنعها من العمل. وإلى موضوع منفصل، وللوصول إلى المساواة وعدم التمييز في تقديم الخدمات، ناقش اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين تطوير منظومة الحماية بطابعها الشمولي لحماية النساء والفتيات من العنف،
خلال طاولة مستديرة نظمها الاتحاد وجمع فيها القطاعات الفاعلة في منظومة لحماية أو في منظومة الحماية الواجبة والاستجابة السريعة للنساء والفتيات الناجيات من العنف. للمزيد حول هذا الموضوع نشاهد هذا التقرير من إعداد الزملاء هديل أبو زينة ومحمد الزاغة. للوصول إلى المساواة وعدم التمييز في تقديم الخدمات ونقاش منظومة الحماية بطابعها الشمولي لحماية النساء والفتيات من العنف، نظم اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين طاولة مستديرة لجميع القطاعات الفاعلة في منظومة الحماية الواجبة والاستجابة السريعة للنساء والفتيات الناجيات من العنف بهدف تطويرها. الخبر الجيد أنه تم إقرار نظام 2022 لحماية النساء وسيتم إصداره في الصحف الرسمية. الأهم من هيك نشوف الثغرات لكيفية تطبيق نظام حماية فاعل للنساء، وخصوصا في مخيمات اللاجئين، ما هي الشراكات المطلوبة، ما هي البروتوكولات والأنظمة المطلوبة، نطلع بتوصيات تضمن شمولية تقديم خدمات التأمين التحول الوطني، تضمن نجاعتها للنساء، ونقدر نشترك مع بعضنا البعض في تطبيق البروتوكولات. خلال اللقاء الذي يأتي ضمن مشروع ممول من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم عرض ورقة ونقاش نتائج التجربة العملية والموضوعية في العمل مع الناجيات من العنف داخل المخيمات الفلسطينية للوصول إلى توفير رزمة من الخدمات الشاملة والاستجابة الملائمة للنساء والفتيات والمسنات والفئات المهمشة والناجيات من العنف والمستثنيات من أنظمة الحماية، بالتوازي مع الجهود المبذولة لإقرار التعديلات على نظام التحويل الوطني. الخدمات اللي عم تتقدم في إشكالية فيها، في نقص لأنه ما في مراكز كافية، المؤسسات ما في تعاون وشراكة، بتأثر على طبيعة تقديم الخدمة تحديدا لما بدي أحكي أنا على المخيمات. في نقص لأنه بالأساس الاعتماد على وكالة الغوث والموارد المالية المخصصة لوكالة الغوث. ضمن مشروع الشمل تدربت الفتيات على تقديم خدمات للنساء المعنفات من خلال محاضرات توعوية وقانونية للنهوض بواقع المرأة المعنفة. هي تجربة جدا مميزة لأنه كانت هي عن طريق تشكيل مجموعات، أتاح لنا الفرصة في بتولة أنه إحنا كمان نشتغل مع نساء بمجموعات عديدة وتم تقسيمها. كانت هي التجربة بالنسبة لمقدمات خدمة، إحنا عم نلمس التغيير، فكانت هي مطلوب منا إحنا كل مرة أن نكون في مستوى أعلى لأنه صار عندنا ثقة بالنساء وإحنا كسرنا حواجز، حسينا أنه المرأة هي أصبحت مدبرة، أصبحت مثقفة، أصبحت لها كثير أدوار غير إنها تكون إم. اللقاء خرج بعدة توصيات تسعى لتحقيق خطوات مستقبلية بموازنات ترصد بشكل خاص للنساء والفتيات المعنفات، وعدم الاكتفاء بالمراكز واللجان الشعبية في المخيمات، ورصد الموارد المالية لتحقيق الحماية لهن. أهلا بكم من جديد وبالعودة إلى الأخبار الدولية. لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم إثر انقلاب حافلة صباح اليوم قرب مدينة تازة شمال غرب المغرب وفق حصيلة أولية للسلطات المحلية، فيما أصيب 43 مسافرا آخرين بجروح خطيرة. ووقع الحادث عندما انقلبت الحافلة على طريق منطقة جبلية، وأعلنت السلطات المحلية فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات الحادث تحت إشراف النيابة العامة. وتشهد الطرق المغربية حوادث متكررة لحافلات نقل الركاب التي تعد وسيلة تنقل أساسية في المغرب لذوي الدخل المحدود خصوصا. وفي ذات السياق لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في انفجار سهريج غاز
مما أدى إلى اندلاع حريق في سكن طلابي شمال العراق وفق ما أعلنت السلطات العراقية اليوم. ووقع الانفجار في ساعة متأخرة من ليل يوم الاثنين عندما تسرب الغاز من الخزان المثبت في سطح المبنى الذي يضم سكنا للطلاب. وإلى الخبر الرياضي، حقق المنتخب السعودي اليوم فوزا تاريخيا على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على استاد لوسيل في العاصمة الدوحة في أولى مباريات المجموعة الثانية. وفرض المنتخب التونسي التعادل السلبي على نظيره الدنماركي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن دور المجموعات لمونديال قطر. وننتقل إلى أسعار صرف العملات لهذا اليوم. الدينار الأردني يصرف بأربعة شواقل وتسع وثمانين أجورا، أما الدولار الأمريكي يصرف بثلاثة شواقل وسبع وأربعين أجورا، فيما يصرف اليورو بثلاثة شواقل وست وخمسين أجورا. إلى الحالة الجوية، هذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق. ويوم غد الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ورياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلات السرعة. إلى هنا نكون وإياكم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا وطن. كنت معكم في الإعداد والتقديم على اليطيطي، دمتم بخير وإلى اللقاء. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين.